عادت نورهان إلى المنزل وأسرعت إلى غرفتها بعد أن مارست أقصى درجات ضبط النفس في وجبة الغداء، فاكتفت من أطباق والدتها اللذيذة بقطعة من الدجاج المحمر وطبق كبير من السلطة. وعندما استلقت أخيراً في الفراش، أمسكت بهاتفها المحمول تتابع بشكل محموم ما فاتها على قنوات التواصل الاجتماعي. انتهت نورهان من قراءة وسماع كافة الرسائل الواردة وقامت بالرد عليها كما اتفق، كما راجعت البريد الإلكتروني الواردة من عميلها الوحيد والذي يثني فيه على تصميمها الأخير ويطلب في نفس الوقت تعديلات جديدة للمرة الخامسة. يا لها من مهنة! قرأت التعديلات المطلوبة سريعاً وقررت أنها لن تستغرق أكثر من ساعة، ولكنها أجلتها للغد، فربما استعجالها كل مرة في عمل التعديلات المطلوبة وإرسالها هو ما يشجع العميل على المزيد من التعديلات. أنت مدلعة العملاء بتوعك يا نورة، ما حدش بيعمل كده، هم اشتروك يا بنتي التعديلات مرة واحدة وبعد كده بفلوس، لما العميل يعرف إنه هيدفع هيفكر 100 مرة قبل ما يطلب حاجة. كانت هذه إحدى نصائح هند الذهبية والتي كانت تطبقها هي بكل حزم مع عملائها، بينما فشلت نورهان فشلاً ذريعاً في أن تحذو حذوها. لا تعرف لماذا، ولكنها كانت تشعر أحياناً أنها لا تريد أن تكون بهذه الشطارة والحرفية، وكأن شخصيتها البشرية ستتآكل وسط ذلك النمط الحديدي من الحياة. فتحت نورهان حقيبتها لتخرج عبوة الكريم الصغيرة بدلاً من أن تضرب المشوار للرف الموجود في أقصى الغرفة حيث تقبع العبوة الكبيرة. غصت يدها وسط عشرات الأشياء غير المبرر وجودها في الحقيبة كالعادة. إيه كل ده؟ بحثت أصابعها بحنكة عن العبوة البلاستيكية الصغيرة عندما لمست منديلاً ورقياً ذا خامة متيبسة. أخرجته وفردته فطالعها الوشم. تأملته نورهان للحظات ثم استجابت لفضولها فدخلت على الفيسبوك وفتحت الحساب الخاص بصاحب الوشم تتأمل صورته. شاب في نهاية العقد الثالث من عمره، أسمر البشرة، حليق الوجه، يبتسم ابتسامة جذلة توحي بخفة الروح وحب المغامرة. يحيط برأسه شعر أسود طويل تركه حراً فانسدل حتى كتفيه في صورة تموجات متمردة، بينما غطت عينيه نظارة شمسية ذات ماركة رياضية شهيرة، وقد وقف على مركب شراعي ممسكاً الساري بيده التي يبدو الوشم واضحاً عليها. يا ترى هو فين دلوقتي؟ فكرت نورهان في حيرة، ثم أخذت تتأمل باقي الصور الموجودة على حسابه والتي كانت كلها لشواطئ مدينة شرم الساحرة، ولكن لا يظهر فيها هو شخصياً، فاستنتجت حبه لتصوير الطبيعة خاصة مع العبارات المكتوبة أعلى كل صورة. يا سلام على البحر الليل، طيور النورس، يا بختي وسط الطبيعة. تصفحت حسابه أكثر، علها تجد له صوراً شخصية أخرى، فوجدت بعض الصور الشخصية من مرحلة ما قبل شرم، بعضها في مقاهي مختلفة وبعضها في مواقع تصوير أفلام سينمائية، وإحداها وسط أسرة كبيرة يغلب عليها السمار ويبدو عليها التواضع وبساطة الحال. دول شكلهم أهله. ولجت صفحة المعلومات الخاصة به فوجدتها مختصرة جداً، من مدينة سوهاج، تخرج من كلية التجارة، يعمل في مجال الديكور. بتعملي إيه قطة؟ انتفضت نورهان على صوت صديقتها هند والتي لم تشعر بدخولها إلى الغرفة. إيه ده، أنت لسه بتتخضي؟ المعيلة دي معيلة؟ الله يسامحك، هي أنا ما كنتش متوقعة خالص أني أشوفك النهاردة، مش قلتي مشغولة؟ ردت هند في زهو. أيوة فعلاً كنت مشغولة، بس جيت أفرحك معايا، الحمد لله أخيراً حزمتهم. هما مين دول؟ شركة مستحضرات التجميل اللي قلتلك عليها، أقنعتهم إن لازم يبقى ليهم صفحات على السوشيال ميديا وإلا محدش هيشتري حاجتهم، ومضيت معاهم عقد محترم من شوية. مبروك، قالتها نورهان بابتسامة صادقة. عقبالك يا قطتي لما تبطلي أكل وتركزي شوية في شغلك. أكل؟ هو فين ده؟ قالتها نورهان بابتسامة باهتة. انت بقى كنت مشغولة وسرحانة في ايه؟ قالتها هند بفضول وهي تخطف من نورهان هاتفها.
يا سيدي يا سيدي، مين وائل ده كمان؟ والله العظيم انت عمرك ما هتفلحي. افلح ايه؟ هفهمك انا. وانطلقت نورهان تحكي لصديقتها عما اكتشفته في قاعة السينما وعن لقاء سالي وما دار فيه انتهاءا بوائل وصفحته على الفيسبوك. اما شوية صور لشر، يا ترى بيشتغلي هناك؟ قالتها هند وهي تتصفح الصور. ايه ده؟ ايه في ايه يا هند؟ في حاجة غريبة في الصور، لابتوبك مفتوح. ايوه حركي بس الماوس باد. طب افتحي لي اكونت على اللاب. ضغطت نورهان بسرعة على مفاتيح حاسبها اللوحي ثم قالت: اهو. ليه؟ في ايه بقى؟ يا بنتي اصبري. قامت هند بتنزيل احدى صور شرم من على حساب وائل وحفظها على ذاكرة الصلبة للجهاز، ثم فتحت الملف وسحبت الصورة لتضعها في نافذة متصفح الإنترنت الشهير، وانتظرت لحظات حتى ظهرت لها صور مطابقة تماماً لصورة وائل ولكن على مواقع مختلفة وبتواريخ سابقة. أنا مش فاهمة حاجة، قالتها نورهان وهي تحاول متابعة ما قامت به هند. يا بنتي زي ما انت شايفة، صور شرم دي مش وائل اللي مصورها على الطبيعة ولا حاجة، دي صور موجودة على النت من سنين. أنا شكيت في صورة معينة كنت استخدمتها زمان في إعلان لشركة سياحة، بس أهو قدامك، جربت كذا صورة وطلعوا كلهم من على النت. ظهرت نظرة حيرة على وجه نورهان وهي تسأل صديقتها في خفوت: وده معناه إيه؟ إيه دي الغباء؟ يا نورة، معناه إن وائل مش في شرم وبيضحك عليهم. أضافت نورهان بصوت مقبوض: أو معناه إنه اتقتل. لوت هند شفتيها المكتنزتين في سخرية وهي تقول: اتقتل؟ إيه يا بنتي الأفلام دي؟ خيالك ده هيوديكي في داهية. ولكن نورهان ردت عليها بجدية وهي تشير بإصبعها نحو صورته على الحاسب: أنا شفت إيده دي وعليها دم، كان في الشوال يا هند، أنا متأكدة. والله العظيم تلاقي أفلام بسبب الأفلام والروايات بتاعتك، وتلاقي وائل ده بس هربان من البت بتاعته وعامل جو شرم ده عشان يخلص منها. البت بتاعته؟ أيوة طبعا، أنا عارفة النوايا دي كويس، بصي صوره واحد مقضيها. قالتها هند بأسلوب الخبير ببواطن الأمور: يا بنتي حرام عليكي. حرام عليا ايه وبتاع ايه؟ انا مش عارفه انت هتفضلي قطه مغمضه لحد امتى. طب هاتي الاكونت بتاعه تاني كده. وظلت هند تشير لنورهان على صور مختلفه يظهر فيها وائل كل مره بجوار فتاه مختلفه، وبرغم التقارب والانسجام الذي كان يبدو واضحا في اغلب الصور، الا ان نورهان بررت ذلك قائله: ما هو المجال بتاعهم كده، وهو لازم يبقى ذوق مع الكل. مجالي؟ انتي محسني انه حمائي ولا احمد عز؟ ده حيالله بتاع ديكور. وبعدين انا نفسي افهم انتي بتدافعي عنه ليه؟ شعرت نورهان بالحيرة ازاء سؤال صديقتها فلم تزد عن قولها: مش عارفة بس. قطعتها هند قائلة بنبرة انتصار واضحة: اهو يا ستي صورته دي. مالها؟ ايه يا نورة وعاملة لي فيها جرافيك ديزاينر؟ فوتوشوب طبعا. الصورة فوتوشوب؟ يا دي مخك تخين، الصورة دي مقصوصة من صورة أكبر، بصي أهو. وأشارت هند بإصبعها إلى ركن الصورة وهي تثبت بيدها الأخرى نظارتها الطبية على عينيها قائلة: في واحدة كانت سند على كتفه وحط إيدها في دراعه، الإنسيال بتاعها بينه بس هو قصها، أكيد هي دي المزلة اللي هو هربان منها، وتاريخ الصورة هو قبل قصة شرم دي بكام أسبوع. أمعنت نورهان نظرها في الصورة للحظات، وصف هند كان دقيقاً تماماً. قامت نورهان بإغلاق شاشة الحاسب بحدة لم تتعمدها قائلة: طيب النظام؟ النظام في إيه؟ بعدين مالك قفلتي كده ليه؟ كنت عاملة حسابك على مغامرة بوليسية ولا اتشعلقتي بالواد وقلبك اتكسر؟ إيه اللي انتي بتقولي ده؟ أنا بس مصدعة وعايزة أريح شوية. لأ تريحي إيه؟ قالت هند وهي تخرج حاسبها اللوحي من حقيبته السوداء. أنا جايلك عشان تعملي تصميم كده في السريع، عايزة أغلي العيون الشركة الجديدة. تصميم إيه؟ أنا مش علمتك فوتوشوب وإلستريتر وخلاص بقيتي بتعملي بنفسك؟ أيوة بس أنا مش فاضية النهاردة، لازم أقعد أكتب لهم الكوتس وأعمل لهم برزنتيشن، وبعدين برضو أنا عايزة التاتش الفني بتاعك. يا بياضة يا ملوزدة زنتة، قالتها هند وهي تداعب خدود نورهان بأصابعها. تأملت نورهان بإرهاق وجه صديقتها الخمري حاد الملامح ونظراتها المتوثبة، كانت تشعر أحياناً أن لصديقتها عيون حيوان حبيس في جسد إنسان،
عيون زائغة لامعة خلف قناع بشري محكم. نورة، إيه؟ متنحف إيه؟ اغتصبت نورهان ابتسامة مقتضبة وقالت: بصي هند، أنا بجد مصدعة، ولو اشتغلت مش هيطلع حلو. سيبيني دلوقتي وبعتيلي فويس نوت بالمطلوب، وأنا صبح أعمله وابعتهولك إن شاء الله. لا سلامتك يا قطة، قالتها هند بأسلوبها الآلي وهي تعيد حاسبها اللوحية إلى حقيبتها وتعلقها على كتفها، ثم تعدل من قميصها القطني في سرعة مستأنفة. بكرة الصبح بدري، ما تنسيش. ما تقلقيش، اطفي بس النور واقفلي علي الباب وانت خارجة، وقولي لماما اني هنام. ارخى ظلام الحجرة وصوت إغلاق الباب أعصاب نورهان قليلاً، وهي التي لم تعرف سبب ضيقها أصلاً. أخذت شهيقاً عميقاً من أنفها ببطء حتى شعرت أن بطنها قد امتلأت بالهواء، ثم حبست النفس للحظة وبعدها زفرته ببطء شديد من فمها. كررت هذا النفس 3 مرات لتشعر أنها أفضل منذ تعلمته وهي تدين له بالخروج من كثير من اللحظات العصيبة. النفس السحري السعيد، قالتها نورهان مبتسمة وهي تتخيل أنها مع الزفير تنفخ ذرات ذهبية براقة من على راحتيها المضمومتين أمام فمها، فتملأ الجو بهجة وكأنها شلال من الضوء المنهمر. شعرت بالامتنان لقصة الأطفال المترجمة التي قرأتها بالصدفة لتتعلم منها هذا التمرين الحيوي، وتمنت لو جربه الجميع. صفى تفكير نورهان قليلاً، فأخذت تبحث بداخلها عن سبب توترها. هل هي هند؟ إنها صديقتها المقربة وبينهما الكثير من الأشياء المشتركة، أم أن سبب توترها هو وائل؟ هل أحبطها تحليل هند المنطقي بينما كان يستعد عقلها غير الواعي لمغامرة مثيرة؟ أم أنها شعرت أن براءتها قد طعنت بسبب علاقاته النسائية المتعددة التي أشارت لها هند بعد أن أسرتها بشاشة وجهه؟ لم تستطع نورهان تحديد السبب، فأغمضت عينيها مستسلمة للنوم وهي تفكر جدياً في قبول دعوة سالي والذهاب للقاء العصابة، فقد شعرت بتوق مفاجئ لصحبة سالي الدافئة، كما دفعها فضولها لمعرفة أي جديد عن وائل. فتحت نورهان عينيها لتجد حجرتها مغمورة بنور الصباح، فشعرت بالانتعاش وقد ملأتها فكرة لقاء سالي والعصابة المرتقب بالإثارة. أمسكت بهاتفها حتى قبل أن تعتدل في الفراش، وبحثت عن اسم سالي على الواتساب لكي تؤكد عليها الموعد، ولكن شعور بالثقل تسلل إليها عندما رأت علامة الرسالة الصوتية بجوار اسم هند وتذكرت وعدها لها بالتصميم. ثم ازداد شعورها ثقلاً إذ تذكرت تعديلات العميل الخامسة. أنا كنت ناسية. فتحت رسالة هند واكتشفت أن المطلوب في الحقيقة هو 3 تصميمات لا واحد. إيه كل ده؟ نظرت للحاسب اللوحي في ملل ولم تعرف ماذا دهاها. لقد اختارت مسار التصميم طواعية وعن حب، وكانت مستمتعة جداً بعملها، فما سبب هذا الشعور بالفتور وفقدان الشغف؟ شغف؟ شغف إيه يا نورة؟ ده أكل عيش يا ماما. تذكرت عبارة هند الشهيرة التي تتلوها كلما جاءت سيرة الشغف. استسلمت نورهان لصوت العقل، فقامت سريعاً تنهي روتين الصباح من اغتسال وصلاة وإفطار سريع ومناوشات الأم. حاضر يا بنتي، هعملها والله. ثم جلست أمام شاشة الحاسب وهي تقنع نفسها أن من الأفضل الانتهاء من هذه الأثقال سريعاً ليعود لها شعور الخفة والانتعاش من جديد. أنهت نورهان التصميمات والتعديلات في وقت قياسي، ولكنها فضلت تأجيل إرسالها قليلاً خوفاً من أن تستجلب لها تعديلات ومهاماً جديدة. تركت نورهان حاسبها اللوحي واتجهت إلى خزانة ملابسها يملأ رأسها السؤال الوجودي. ألبس إيه النهاردة؟ فتحت الخزانة ووقفت أمامها متأملة. أخذت تزيح الملابس يميناً ويساراً
تشد إحدى الشماعات فتخرجها من الخزانة بما عليها وتتأملها قليلاً ثم تعيدها، والشماعة سعيدة الحظ هي التي كانت تقضي وقتاً أطول خارج الخزانة عندما تضعها نورهان بما عليها قرب رقبتها وتتأمل الملابس عليها أمام المرآة، أو قد يحالفها الحظ السوبر فتوضع بما عليها على الفراش مما يعني نيلها لقبول مبدئي. الغريب أن هذه الطقوس كانت تتكرر كل يوم ولم تفهم الشماعات لماذا، وكأن لسان حالها يتساءل: ألم تحفظ تلك الفتاة مجموعتها وخياراتها المتاحة والتباديل والتوافيق المحتملة؟ فلماذا إذن رحلة التيه اليومية من وإلى الخزانة؟ اختارت نورهان في النهاية تنورة رصاصية اللون مع كنزة صوفية رمادية، وحاولت إضفاء بعض البهجة باختيارها كوفية تتدرج فيها درجات اللون الوردي مع البنفسجي. ترددت ثانية في اختيار لون الطرحة بين اللون الوردي والبنفسجي. ألبس دي ولا دي؟ وضعت كل منهما على وجهها، فشعرت أن اللون الوردي يعكس حيوية وصفاء على بشرتها فاستقرت عليه. دي أحلى. ارتاحت نورهان لاختيارها أخيراً فأغلقت الخزانة، ثم قامت بإرسال التصميمات كل إلى صاحبه عبر البريد الإلكتروني وتنفست السعداء. وقفت نورهان على الرصيف تتأمل واجهة المقهى المضيئة وتنظر إلى ساعة الهاتف منتظرة سالي التي سرعان ما ظهرت. إيه الحلاوة دي نورة؟ ألوانك جميلة وابتسامتك أجمل. ربنا يخليك يا سالي، أنت اللي زي القمر. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة حبيبتي، يلا ندخل؟ قالتها سالي وهي تشير لباب المقهى. وما أن دلفت الصديقتان من باب المقهى حتى انفصل شاب من المجموعة الملتفة بالداخل وكأن أعينه كانت معلقة بالباب. سالي! واتجه نحوهما قائلاً بحبور. أهلاً سالي. شعرت نورهان بكل الدفء الموجود تحت الشمس في هذه العبارة، وذكرتها بعبارة شلبي المماثلة في رائعته المخوفاتية. نظرت نورهان نحو قائل العبارة بينما قالت سالي ببساطة: أهلاً مهاب، نورهان صاحبتي، بس بنقول لها يا نورة، وده مهاب المصور الجامد بتاعنا. اتسعت ابتسامة مهاب وهو ينظر لسالي ثم رحب بنورهان بلطف: أهلاً نورهان. ما قلنا نورة. معلش، أهلاً نورة. تأملته نورهان بجسده الضخم وابتسامته الودودة وشعرت بالفعل أنها أمام شلبي، غير أن مهاب لم يكن أزرق اللون ولا ذا شعر كثيف، بل كان حليق الوجه خمري اللون ذا شعر ناعم قصير، وكان يرتدي بنطالاً أزرق من الجينز أدخل فيه قميصاً ذا مربعات صغيرة باللونين الأحمر والكحلي، وكنزة صوفية مفتوحة الأزرار ذات لون بني داكن. كان يبدو أنيقاً ولكن بذوق تقليدي. أياً كان ذوقه فقد شعرت نورهان بالراحة عند رؤياه. ويدي عمرو عباس يا ست. عمرو، نورهان صاحبتي وبنقول لها يا نورة. رحب بها عمرو في بساطة آسرة بددت إحراجها قليلاً. أهلاً نورة، منورانا. سالي حكيت لي عنك وإنك كان المفروض تحضري الورشة اللي فاتت معايا. أيوة كان نفسي جداً، بس للأسف حصلت ظروف ومعرفتش أحجز. ولا يهمك، أنا هبدأ ورشة جديدة بكرة بس هتبقى في المعادي مش في التجمع. لو ظروفك تسمح إنك تحضري تعالي بكرة في المعاد وأنا هتصرف في الحجز. تسمح قوي يا ريت، ده حتى المعادي احسن لي. طيب هايل، هبعت لك لينك حالا على الواتساب وتعملي تسجيل لبياناتك. اوكي، اديني نمرتك. املته نورهان رقم هاتفها بينما عقبت سالي: مش قلتلك يا بنتي عمرو ده الذوقيات كلها. ايه عمرو، ما جبتش سهى معاك ليه؟ كان نفسها تيجي والله، بس نازلي سخنه شويه. عموما هي قالت لو اتحسنت هتسيبها مع ماما وتيجي مع لينا. ليه سلامتها نازلي. تابعت نورهان الحوار بين سالي وعمرو وهي تتأمله. كان شبيهاً جداً بصورته الموجودة على الغلاف الخلفي لرواياته باختلاف طفيف في الشعر، فكان على الحقيقة ذا ذقن وشارب كثين على خلاف الذقن الخفيفة في الصورة.
كما وأن إطار نظارته الطبية كان مختلفاً عن الصورة، ولكنه في المجمل كان كما تخيلته تماماً. حتى وهو يتكلم كانت تشعر وكأنها تستمع لرواياته، نفس الأسلوب الهادئ واللغة المنسابة. نظرت نورهان لباقي المجموعة فميزت بينهم المخرج الشاب فاضل سلامة، والذي انخرط في حوار جاد مع رجل كبير في السن، حتى قاطعتهما سالي قائلة بود: عم حامد، كنت خايفة ما تجيش. إزاي بقى؟ هو أنا أقدر أتأخر عليك يا ست الكل؟ وبعدين البركة في الأستاذ فاضل بقى، هو اللي جابني معاه. نورا تعالي معرفك، الأستاذ فاضل رئيس العصابة ومخرجنا العظيم. هتفت سالي في مرح، فاقتربت نورهان وابتسمت مرحبة بفاضل، بينما أكملت سالي: وده عم حامد، مصمم الملابس المبدع بتاعنا. اتسعت عينا نورهان في تقدير بعد عبارة سالي وقالت باهتمام: عم حامد، أنا سعيدة أوي أني بتعرف على حضرتك. الملابس بتاعة الفيلم كانت حلوة جداً، بسيطة وفي نفس الوقت مؤثرة، حضرتك فنان فعلاً. ابتسم عم حامد في خجل قائلاً: كلك ذوق والله، واضح من كلامك ان انت اللي فنانة. ايوه فعلا يا عم حامد، تعتبر معانا في نفس الكار، وقريب هنضمها للعصابة ونخليها تصمم لنا افيشات الفيلم الجديد. او تكتبه، مش نفسها تبقى كاتبة بوليسية؟ ياه ده حلم جميل، بس لسه بدري عليه. ولا بدري ولا حاجة، ان شاء الله من بكرة بعد الورشة هتبدأي في روايتك على طول. اتسعت ابتسامة نورهان وبدأت تحلم بروايتها الأولى بالفعل، عندما قطعت أحلامها عبارة مهاب: مش يلا نطفي الشمع ولا إيه؟ مش هنستنى لينا؟ قالها فاضل باهتمام. ما تكلمها فاضل، شوفها فين؟ قالها عمرو بابتسامة ذات مغزى: لا أنت ولا هو، أهي جاتهي. والتقت الأعين عند باب المقهى والذي دخلت منه حورية من الجنة. شوفي فستانها يجنن، تحفة، دايما سوقها حلو في الهدوم. لينا، هتف فاضل مرحبا بينما ابتسمت الحورية نصف ابتسامة ونظرت في الأرض. أعرفك بلينا هاتسون يا نورة، أصغر فرد في العصابة. هاتسون؟ قصدي لينا بركات، بنقولها كده علشان شبه كيت هاتسون الممثلة، ولا انت ايه رأيك؟ فعلا شبهها قوي ما شاء الله. قالتها نورهان بابتسامة وهي تقر بالتشابه القوي بينها وبين كيت هاتسون: الوجه المثلث، البشرة البيضاء الصافية، والعيون اللوزية الخضراء، مع أنف جميل مستدق وشفتان رقيقتان، بينما يؤطر وجهها شعر كستنائي منسدل في نعومة وجاذبية. ولكن كان فيها شيء مختلف. لينا جميلة جداً بالفعل، ولكن تنقصها حيوية كيت. عيناها مختلفة، تظهر ضعفاً وحيرة، على عكس عيني كيت الممتلئتين تصميماً وجرأة وتحدي. قدرت نورهان أن لينا في أوائل العشرينات، ولفت نظرها أنها كانت ترتدي على خلاف بنات جيلها فستاناً رقيقاً من الصوف المنقوش بورود صغيرة، وفوقه جاكيت زيتي قصير يعزز من لون عينيها الزمردي. تعالي يا لينا اقعدي، قالها عمرو وهو يفسح لها مكاناً بينهما هو وفاضل. وهنا قطع صوت غليظ كل حوار دائر: وأنا بقى محدش هيرحب بيا ولا إيه؟ انتبهت نورهان للسيدة البسيطة التي دخلت المقهى مع لينا، ولكنها لم تلفت انتباهها حينئذ، إذ كانت كل العيون على الحورية. أم سعد، إزاي تقولي كده؟ ده انتي وش السعد علينا كلنا، دي بقى يا نورة أهم واحدة في العصابة. أم السعد يعني النسكافيه اللي بيظبط الدماغ، يعني الشاي بالنعناع يروق المزاج، يعني الحنية كلها. ده إعلان تلفزيون ده ولا إيه يا سالي؟ قالها عمرو مقاطعاً وصف سالي، بينما ابتسمت نورهان مرحبة: تشرفنا يا أم السعد، أنا مبسوطة أني تعرفت عليكي. أهلاً يا حبيبتي، أنت تشكري لينا بقى اللي جابتني. نظر الجميع إلى لينا التي كانت غارقة في أفكارها، تداعب منديلاً بأناملها في حركة تكرارية. طبعاً يا جماعة، شكراً للينا وشكراً لسالي اللي جمعتنا، دي أول مرة نتجمع من ساعة الفركش،
قطعت أم سعد عبارة عمرو قائلة: مش ناقصنا غير وائل، الله يمسيه بالخير. شعرت نورهان باضطراب مفاجئ بين الحضور، ولكنها لم تستطع تحديد مصدره. والله هو ما فيش أي أخبار عنه؟ تساءل مهاب ببساطة، وقبل أن يجاوب أحد ظهر النادل يحمل صينية عليها كعكة صغيرة مزينة بشموع ضخمة، وبدأ يغني مع زميله برتابة: Happy birthday to you, Happy birthday to you. انضم الجميع إلى الغناء: Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Sally, Happy birthday to you. كل سنة وانت طيبة يا سالي. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة حبيبتي. وبدأت مراسم تقطيع الكعكة الحمراء المزينة بقلوب بيضاء، ثم ساد الصمت أثناء الأكل، لا يقطعه إلا صوت ارتطام الشوك بالأطباق وبعض الهمهمات الجانبية. مش هتأخر والله يا حاضر، احنا بس بنطفي الشمع. تأملت نورهان أم السعد بوجهها الأسمر المستدير بغير استواء والممتلئ بحفر وأخاديد الزمن، والذي يذكرها بالرغيف البلدي المدعم وشاربها الكثيف الذي يؤهلها أن تكون أبو السعد نفسه، وأسنانها المعوجة الناقصة وجسدها السمين المحشور بداخل عباءة سوداء مطرزة يعلوها خمار كبير منقوش كجلد النمر، طيبة وعلى سجيتها وبها لمسة من الأمومة تحيط بالجميع حتى عم حامد. تساءلت أم سعد مجدداً: يا ولاد أنا قلقانة قوي على وائل، معقولة ما كلمش حد فيكم؟ قلقانة ليه بس يا أم سعد؟ مش قلنالك في شرم هو ده وائل بيقب ويغطس؟ قالها عمرو مطمئناً: بس أنا حاولت أكلمه كتير، موبايله مقفول. ما تعرفش عنه حاجة يا عم حامد؟ بيقولوا إيه طب في البلد؟ اتجهت الأنظار نحو عم حامد، حتى لينا الغارقة في أفكارها رفعت رأسها باهتمام، وربما للمرة الأولى، بينما رد عم حامد باقتضاب: ما بيقولوش. اشتعل فضول نورهان مجدداً فانتحت بسالي جانباً تسألها: هي شمعنا أم السعد بتسأل عم حامد بالذات عن وائل؟ أصلهم بلديات من سوهاج، عم حامد هو اللي جاب وائل أصلاً ورشحه للشغل في الديكورات، مع أنه يعني خريج تجارة. وكان شاطر في الديكور فعلا؟ بصي الناس اختلفت، ناس كانت منبهرة بشغله وناس كانت بتقول عليه اي كلام. طب وانتي يا سالي رأيك ايه؟ انا مش عارف، قالتها سالي بشيء من التيه لم تألفه نورهان فيها، فنظرت اليها متفحصة ثم تذكرت شيئا حيرها فسألت: بس هو ليه عم حامد بيرد باقتضاب كده؟ محدش عارف، أول ما وائل جه من سوهاج كان عم حامد طاير بيه من الفرحة وبيفتخر بيه في كل حتة كأنه ابنه. أصل عم حامد ما عندوش ولاد، ما عندوش غير بنت واحدة، ده كان حتى مديله أوضة عنده في البيت قاعد فيها، وفجأة لقينا العلاقة بينهم مكهربة. وائل ساب البيت عنده وراح قاعد مع جماعة كده صحاب، وعم حامد كان تقريبا مقاطعه. حتى أم السعد كانت تفضل تناغش فيهم وتحاول معاهم لكن مفيش فايدة. غريبة قوي، أنا متأكدة أنه في لغز وراء وائل ده. ضحكت سالي ضحكة سريعة فأكملت نورهان: طب استني هثبتلك. فتحت نورهان هاتفها المحمول وعرضت عليها الصور التي اكتشفتها هند مختتمة حديثها: ها إيه رأيك بقى؟ ظهر على وجه سالي اهتمام حقيقي وهي تقول: فعلا حاجة غريبة، صاحبتك معها حق، دي ذكية قوي. ارتسمت على وجه نورهان ابتسامة باهتة وهي تقول: فعلا. وفجأة ظهرت من العدم فتاة،
رشيقة القد، ذات شعر أسود طويل يتدلى إلى منتصف ظهرها في تموجات جذابة، ويظهر من جسدها أكثر بكثير مما هو مستور. أخذت الفتاة تصافح أفراد العصابة بحميمية وتداعبهم بتبسط زائد. لفت نظر نورهان، لاحظت سالي نظرات نورهان فمالت عليها قائلة: دي فوفا فنانة استعراضية، كانت عملت دور صغنن كده في الفيلم بس واخد عليهم قوي. تأملتها نورهان، كانت ترتدي زياً من قطعتين من الجلد الأسود، القطعة العليا بلا أكمام ملتصقة تماماً بالجسم وتنتهي قبل السرة بعدة سنتيمترات، أما القطعة السفلى فهي ملتصقة بالجسم أيضاً وتنتهي بعد الركبة بقليل، ولكن بها شق رأسي يعلم الله وحده أين ينتهي. هي مش بردانة؟ صدقي فصلتيني. تعالي معرفك. طيب، مر التعارف سريعا وبدت فوفا فعلا فتاة عشرية. تأملت نورهان كم الإكسسوارات الذي تزينت به الفتاة من أعلى الرأس وحتى أخمص القدمين وتعجبت، فقد كانت أذنيها تنوء بحلق ضخم ربما يضاهي في ثقله مفاتيح كنوز قارون، أما الأنف فكان مزينا بحلق صغير براق مع عدد رهيب من الإنسيالات في اليد اليمنى والأساور في اليسرى، بالإضافة إلى ثعبان كبير ملتف بإحكام أعلى كتفها، وخواتم كثيرة في كل أصابع اليد تقريباً حتى منطقة البطن لم تخلو من الزينة، فتدلى من سرتها خاتم ذهبي صغير. انتهت نظرات نورهان المتفحصة أخيراً عند الخلخال الضخم الذي يزين قدمها، وقد شعرت أنها انهكت فقط من عملية الحصر. عن إذنكم بقى يا جماعة، لحسن نمرتي قربت، قالتها فوفا وهي تلوح بيدها للمجموعة وترمي لهم القبلات في الهواء وهي تبتعد. سالي، هو احنا في بار ولا ايه؟ لا طبعا يا نورة، بار ايه، ده كافيه عادي، وفوفا علشان واخد عليهم ساعات بتحيلهم فقرة بسيطة، ومش دلوقتي خالص، اصلا بتبقى بالليل قوي، ما تقلقيش. غرقت نورهان في أفكارها وتأملاتها، ثم انتبهت للآخرين وهم يقدمون لسالي الهدايا، فقالت: يا نهاري، كنت هنسى، تفضلي. وأخرجت من حقيبتها كيساً صغيراً من القطيفة الحمراء وقدمته لسالي. أخرجت سالي من الكيس سلسلة فضية جميلة يتدلى منها قلب فيروزي صغير. الله، دي رقيقة قوي، تسلم إيدك يا نورة، قالتها سالي بامتنان عميق وهي تضع السلسلة حول رقبتها. ابتسمت نورهان ثم رفعت يدها للجميع مستأذنة: عن إذنكم يا جماعة، أنا لازم أمشي دلوقتي، مع السلامة يا نورة، أشوفك بكرة في الورشة إن شاء الله. وصلت نورهان البيت في وقت متأخر نسبياً بعد عودتها من عيد ميلاد صديقتها سالي، وكما توقعت وجدت والدتها بانتظارها جالسة على الكرسي ذي الذراعين بجوار الباب، وبعد السين والجيم وقليل من التوبيخ التقليدي ضريبة الخروج والتأخير، دخلت نورهان إلى غرفتها أخيراً، وسرعان ما كانت تغط في نوم عميق. وبرغم نومها ظل عقلها الباطن منتبهاً، وقد احتلت المشاهد المختلفة لأفراد العصابة صفحته بأكملها. استيقظت نورهان في الصباح وصورة الإنسيال تحتل فكرها، ذلك الإنسيال الذهبي الرقيق الذي تتدلى منه أشكال مميزة مرصعة بالفصوص الصغيرة ذات الألوان المختلفة. لقد نسته تماماً بالأمس بسبب استغراقها في استكشاف عالم سالي، ولكن الآن هي متأكدة أنها رأته رؤيا العين ولمحت الألعاب المتدلية منه وهي تتأرجح مع حركة يد صاحبته. ولكن أين؟ وفي يد من؟ أهي لينا؟ أم فوفا؟ مش ممكن تكون أم السعد، قالتها لنفسها بغيظ، ثم أردفت: منه لله الزهايمر المبكر اللي عندي ده، بس مش مشكلة، لما يحطوا صور على الفيسبوك أكيد هكتشف.
أمسكت نورهان بالهاتف تتفقد الجديد، فوجدت رسالة من رقم غير مسجل تفيد بتأجيل ورشة الكتابة الإبداعية لمدة يوم بسبب ظروف طارئة ألمت بالكاتب. تساءلت نورهان، إيه ده؟ هم عرفوا نمرتي منين؟ أكيد لما سجلت بياناتي في اللينك اللي بعتها لي عمر مبارح. بس يا ترى إيه سبب التأجيل؟ شعرت نورهان بقلق مبهم ممزوج بفضولها الشهير، فأرسلت من فورها رسالة نصية لسالي، أنت صحية؟ أكلمك؟ لحظات ورن هاتفها وكانت المتصلة سالي. صباح الخير يا جميل. صباح الفل يا سالي، كان يوم حلو قوي مبارح. حلو بيكم يا نورة. ايه هتنزلي الورشة امتى؟ إيه ما انا كنت عايزة اسألك، إيه جاتلي مسج انها تأجلت يوم علشان ظروف للكاتب، خير؟ غريبة، ما عنديش اي فكرة، يمكن نزلي تعبت اكتر؟ كانوا بيقولوا انها سخنة مبارح. نزلي، مين نزلي؟ نزلي دي تبقى بنت عمر يا ست، عندها سنتين وزي القمر، نسخة من لينا ما شاء الله. لينا؟ ايه ده؟ هي لينا تبقى مرات عمر؟ لا، لينا تبقى اخت سهى مرات عمر، العيلتين كانوا جيران من زمان، ساكنين في شقتين قصاد بعض في عمارة قديمة في الزمالك. أنا حضرت عيد ميلاد نازلي هناك، تحسيهم بيت واحد مش بيتين، ربنا يخليهم لبعض. متهيألي ده أول فيلم للينا صح؟ ما شفتهاش قبل كده. أيوة، عمر هو اللي رشحها للفيلم. في الأول باباها كان رافض، كان رافض تماما موضوع التمثيل ده، أصله راجل محافظ قوي وما عندوش غير البنتين سهى ولينا، ومن ساعة ما والدتهم اتوفت وهو بيخاف عليهم بزيادة ومقفل عليهم جامد. لولا عمرو فضل وراه لحد ما أقنعه بموضوع التمثيل، أصله بيعتبر عمرو زي ابنه. كويس إنه عمرو قدر يقنعه، هو صحيح كان دور صغير بس هي عملته حلو. ده حقيقي، عمرو متنبئ لها بمستقبل جامد، بس بيخلي باله منها قوي، أصلها طيبة وخام بزيادة. أنا ساعات بحس إن عمرو عنده بنتين، لينا ونازلي. طب ونازلي عاملة إيه دلوقتي؟ هي عندها حساسية يا عيني من ساعة ما اتولدت، وكل شوية يجروا بيها على المستشفى، تلاقي ده اللي خلى عمرو يأجل الورشة. يا ربنا يشفيها ويطمنهم، شكلهم عيلة جميلة قوي. ولسه لما تشوفي سهى مراته طيبة وزي العسل. شبه لينا؟ لا مش قوي، نازلي هي اللي نسخة من لينا سبحان الله. بس لينا كان شكلها تعبان أو متوتر، قلقانة على نازلي برضو؟ مش عارفة، هي بقالها فترة فعلا دبلانة. أنا قلت يمكن قلقانة من رأي الجمهور في الفيلم، علشان يعني أول مرة ليها وكده، بس ما شاء الله الجمهور حب طلتها جدا. هو الصراحة الفيلم كله كان تحفة، وانبهرت أكتر لما شفت فريق العمل امبارح، كلكم شباب صغير بس فعلا مبدعين، برافو عليكم بجد. الحمد لله، ربنا كرمنا قوي في شغلنا، محدش بيصدق أصلا إن واحد في سن فاضل هو المخرج. طبعا دراسته في أمريكا فرقة معايا جامد، بس الصراحة إن جيتي للحق، خبرة عم حامد هي اللي بتسندنا. هو صحيح بتاع ملابس بس عنده خبرة في كل حاجة، انت عارفة ده كان مساعد مخرج أصلا زمان قبل ما يتخصص في الملابس، عامل زي الأب الروحي بتاعنا، بينصحنا كلنا كأنه خبير في مجال كل واحد منا، والملابس اللي بيعملها كأنها بترسم الشخصية. فاضل دايما يقول عم حامد بيقدم الشخصية للممثل على طبق من ذهب بالملابس اللي بيعملها. ما شاء الله روحكم جميلة قوي، مش عايزة أحسدكم. وتحسدينا ليه؟ أنت خلاص بقيتي واحدة مننا، وإن شاء الله زي ما عمر قال تكتبي لنا فيلم مخصوص، بس مش اللي جاي بقى علشان عمر حاجزه. الله، إيه ده بجد؟ أنهي رواية؟ لا مش رواية، هو كاتب سكريبت على طول مخصوص للسينما، وقريب إن شاء الله هنعمل البرين ستورمينج بتاعه. الله، أنا نفسي قوي أحضر جلسة عصف ذهني من دول، أكيد خبرة رهيبة. بس كده؟ ان شاء الله ظبطها لك، بس احنا يعني لسه شويه. نوره انتي صحيتي؟ طب على الاقل قومي اغسلي وشك، مش من السرير للموبايل كده. انطلق صوت والده نورهان مجلجلا في حجرتها. معلش يا سالي، دي ماما. هقفل معاكي دلوقتي واكلمك تاني ان شاء الله، سلام. انهت نورهان حديثها مع سالي وقامت لتنهي روتينها الصباحي، ولم تكد تفرغ من الصلاه حتى رن هاتفها مجدداً. طول النهار على الموبايل، مش معقولة كده يا نورة. جلجل صوت والدتها ثانية وكأنما هي معلق كروي،
مكلف بمتابعة نشاط نورا في أرجاء المنزل. وبعدين بقى؟ صباح الفل على براميل الزبدة السايحة. أهلا هند، إزيك؟ إيه يا جميل، من لا أحبابه ولا إيه؟ رحت انتي لعيد ميلاد امبارح ونسيتيني خالص. ها نسيتك ازاي؟ بس ما انا بعتلك التصميمات امبارح قبل ما انزل. ايوه يا حلوه، بس انا بعتلك تعديلات وما ردتيش عليا. ايه ده فعلا؟ هبص عليها. حاضر، بس في السريع وحياتك. لا موعدكيش، ماما عايزاني اعمل لها كام حاجه في البيت، ساعتين ثلاثه كده وابعتهم لك. لا يا نورا مش هينفع، انا وعدت الناس. وبعدين انتي لازم تنشفي على طنط شويه، مش كل حاجه تطلبها تعمليها. يعني انا حاسه انها بتستغل طبتك. والله هي قاعده في البيت ما بتشتغلش وصحتها عالي العالي. ايه بقى ماما؟ ماما دي اطيب حد في الدنيا، قالتها نورهان بصوت حنون ثم استأنفت. طب ما تعرفيش انت تعملي التعديلات؟ اسرع لك يعني. لا مش هلحق، ما انا قلت لك ان اختي الكبيره مسافره وشغل البيت كله علي، دي حتى مش سايبه لنا اكل. وانت عارفه ماما لو كل حاجه مش على سنجه 10 هتضرب البوش شبرين وتنكد علي، وانا مش ناقص. طيب يا هند، حاضر هخلص لك التعديلات الاول وامري لله. حبيبي انت يا ابو قلبي طيب، يلا اسيبك بقى عشان تنجزي. سلام. اغلقت نورهان الخط وقد تسلل اليها شعور بالاختناق. لماذا لم ترفض طلب هند؟ لماذا لم تقل لها ببساطة لا 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 لا؟ كلمة من حرفين، ومع ذلك لا تستطيع هي قولها في أغلب المواقف. نورا! نورا! مش هتيجي تفطري؟ لا يا ماما، مش دلوقتي. أجابتها نورهان بصوت عال، ثم أردفت لنفسها، ودي واحد لأ وصلحوا. ابتسمت مدركة في استسلام أن هذه اللا ليست المستهدفة على الإطلاق. أنهت نورهان تعديلات هند بشكل آلي وأرسلتها لها، منتبهة للبريد الإلكتروني الجديد من عميلها الأوحد والذي يطلب فيه التعديلات السادسة. ظلت الكلمة ذات الحرفين تداعب خيالها، ولكن دون ما ظل لها على الأرض. لا شكرا يا طنط، لسه فترانة والله. أصلها بتعمل دايت يا أم محمود، نفسها تخس ما أنتي عارفة. شكرا يا ماما.